هو ياسين يعرف حاجة؟ حاجة عننا يعني؟ اه لا طبعا استحالة، ياسين لو عارف حاجة زي كده استحالة ينزلني من البيت. مش جايز يبقى عارف حاجة ومقلكيش؟ طب في ايه بس؟ اتفضلي. ومين الهانم بقى؟ أنا شاكك إن ياسين. ابني استحالة يعمل حركات زبالة زي دي. ما هي لو واحدة عايزة تتعرف عليا أكيد مش هتنيم لي الأربع عجلات. طب ليه ما يكونش واحدة معجبة بيك وانت مطنشها فقررت تنتقم منك مثلا؟ بذمتك مصدقة الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ لا مش مصدقة، بقول أي كلام. طب ما تزعليش. أنا مش زعلانة لا شكلك زعلان. والله العظيم، ما زعلانة. لا زعلانة بس طب سيبني بقى، استني بس استني بس يا يا شيري عم سيبني شيري بقى. استني. لا الو الو ياسين. ايوه انا كريم، كريم شعلان. ايه رايك نتكلم راجل لراجل احسن، ولا انت رايك ايه؟ قلت لك 100 مره ما تقفلش التليفون. ما خدتش بالي. وانت هتستهبل؟ والله انا حر، اقفل التليفون افتح التليفون انا حر، محدش ليه دعوه. يا معلش، يعني انت حر؟ يعني انا حر؟ مش انت حره وبتعملي اللي انت عايزاه؟ انا كمان حر. لما تقفل التليفون وتسيبني قلقانه عليك ما تبقاش حر، في الاخر انا امك. والله كويس انك لسه فاكره. انت ازاي بتتكلم معايا كده؟ المشكله دلوقتي ان كلامي مش عاجبك مش انك مصاحبه. الكلام اللي انت بتقوله ده ايه؟ اتصدمتي؟ اتصدمت في ايه؟ انت ازاي بتكلمني كده؟ انت عايزه تبقي مصاحبه وكمان ما تكلمش؟ انت اتهبلت يا ابني؟ انا برضو اللي اتهبلت؟ انا اللي عندي عيلين اطول مني ومصاحبه راجل من وراهم؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا مش هقبل يا ماما، انت بتنكري ليه؟ قصدك ان انا كدابه؟ اه يا ماما بتكدبي، لاني كلمت البيه اللي انت ماشيه. ايه الكلام اللي انت بتقوله يا بني ادم ده؟ وانت مالها عليك انت؟ ما هي مش عارفه ترد عليك. يعني ايه مش عارفه ارد عليه؟ انا عارفه ارد عليه. هو انت تمسكي فيا انا؟ انت مش سامعه كان لسه بيقول لك ايه؟ لما تعرفي امك بتعمل ايه بدافع عنك. وانت من اهلك؟ هو انت اللي امها ولا هي اللي امك؟ اه طبعا، ما تلاقيك قايله لها. انا ما قلتش حاجه ليا حد. امك يعني بتعرف رجاله. انت بتقول ايه؟ ده حيوان ما تربيتش. مش سايب لكم البيت خالص. ما هو البيت ما بقاش فيه راجل، وانا ماليش لازمه خلاص.